وضع السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حجر الأساس لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، ولا سيما مشروع التحول الرقمي الذي بدأ يؤتي ثمره في شركة تاون غاز كإحدى الشركات الرائدة في توصيل شبكات الغاز الطبيعية، حيث كانت أولى الشركات التي طبقت نظام تخطيط الموارد SAP. ومن هذه الرؤية بدأت الشركة في إحداث تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء يهدف إلى رضا العميل بالدرجة الأولى، وأطلقت نموذجا تجريبيا لها بمنطقة القاهرة الجديدة يعتمد في الأساس على تقديم الخدمة بنظام الشباك الواحد وإنجاز كافة متطلبات العميل دون اللجوء إلى الطرق القديمة التي لا تحقق المرجو منها، حيث تم تزويد هذا النموذج بأحدث نظم خدمة الرد الهاتفي كول سنتر للتواصل مع السادة العملاء والرد على استفساراتهم خلال ساعات العمل، بل ويمكن من خلال الاتصال الهاتفي تحديد المواعيد التي تناسب السادة العملاء لإنهاء كافة إجراءات التوصيل بمقر سكن دون اللجوء إلى حضور العميل إلى الشركة، وهي الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتعاقد وتسديد الرسوم نقداً أو باستخدام الكروت البنكية والتي تتم في حينه من خلال مندوب الشركة وباستخدام أجهزة التابلت المتصلة بنظام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي. وتسعى الشركة في الفترة القادمة لتعميم هذا النموذج على كافة مناطق عملية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، بعد تلافي أي من الملاحظات التي قد تحدث أثناء التشغيل التجريبي، إذ تسعى شركة تاون غاز دائما إلى ما هو أفضل.